السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نكمل اليوم إن شاء الله يا عاشر درس تبسيط المقادير الأسية. هلأ في البداية كان في عنا أتحقق من فهمي صفحة 24 واجب، خلينا نحلها بعدين نبدأ بالفكرة الثانية اللي كانت موجودة معنا. طيب، كان عنا أول شيء جد قيمة كل مما يأتي في أبسط صورة. إذا كان عنا 32 قوة 5، طيب حكينا أول شيء نكتبها على شكل جذر، الجذر الخامس لمين؟ للاثنين وثلاثين. لو إجينا حللنا الاثنين وثلاثين يا عاشر، هو عبارة عن إيش؟ الاثنين وثلاثين نقسم على اثنين، فيها كم؟ فيها بستاش، على اثنين تمانية، على اثنين أربعة، على اثنين اثنين، اثنين واحد. فهلا عندي 1 2 3 4 5، فإذا تحليلها كم طلع معي؟ 2 5 مرات، إذا هي عبارة عن 2 5 مرات. طيب عندنا قاعدة إنه إذا كان الأس والجذر نفس القوة إيش مالهم؟ بلغوا بعض، فالجذر الخامس مع الأس الخامس بيروحوا، إذا شو بطلع معي الجواب؟ 2 يا عاشر. وأصلا الجذر الخامس لـ 32 المعظم حافظه إنه بيساوي 2. طيب الفرع الثاني كان معنا 9 قوة 5 على 2، نفس الشيء خلينا نكتبها على شكل جذر، 9 الجذر التربيعي كلها قوة كم؟ قوة 5. طيب التسعة عبارة عن ايش يا عاشر؟ هي عبارة عن 3 في 3، يعني هي عبارة عن 3 تربيع قوة 5. جذر تربيعي والأس 2 ايش مالهم؟ بلغوا بعض، شو بضل عندي؟ بضل عندي 3 قوة 5، وثلاث قوة 5 بنضرب الثلاث في نفسها 5 مرات تعطينا 243، 243. الفرع الثالث 16 قوة 5 على 4، نكتبها أول شيء على شكل جذر، 16 الجذر الرابع قوة كم؟ قوة 5. بحلل 16 عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن 2 مضروبة بنفسها 4 مرات قوة 5، يعني هي جذر 2 قوة 4 الكل قوة 5. نفس الشيء بلغي الأس الرابع مع الجذر الرابع، شو بضل عندي؟ بضل 2 قوة 5، واثنين قوة 5 شو بتعطيني؟ 32، بتعطينا 32 يا عاشر. هذا الواجب اللي كان موجود معنا يا عاشر في الحصة الماضية. هلأ بدنا نكمل بالفكرة الثانية الموجودة معنا. قبل ما نكمل فيها بدنا نتذكر قوانين الأسس يا عاشر. هلأ قوانين الأسس اللي موجودة معنا بدنا نبدأ فيها ونكتبها لحتى نقدر نطبق عليها. هلأ لما يكون معنا A قوة نون ضرب A قوة ميم، الأساس ماله متساوي، شو بعمل في حالة الضرب؟ الأسس تجمع، فبتكون A قوة نون زائد مين، يعني 6 قوة 2 ضرب 6 قوة 4، شو بتعطيني يا عاشر؟ بتعطيني 6 قوة 2 زائد 4 اللي هي 6 قوة 6. إذا أول قانون اللي هو قانون الضرب، في حالة الضرب الأسس تجمع. طيب ثاني قانون، إذا كان عندي A قوة نون الكل قوة إيش؟ قوة ميم، اللي هو قوة القوة، اللي هو عندي القوة نون للقوة مين؟ ميم. في هاي الحالة بضرب الميم والنون، فصارت A قوة نون ضرب ميم، يعني لو كان معي 6 قوة 2 الكل قوة 4، شو بتصير؟ بتصير 6 قوة 2 ضرب 4 وتساوي 6 قوة كم؟ 6 قوة 8. طيب لو كان عندنا A B قوة نون، شو بعمل بهاي الحالة يا عاشر؟ بوزع توزيع، بتصير A قوة نون، A قوة نون مضروبة في B قوة نون، يعني مثلا لو كان معي 5x قوة 3، شو بتصير؟ بتصير 5 قوة 3 ضرب X قوة إيش عنا؟ قوة 3 ضرب X قوة 3. طيب لو كان عندنا
A قوة نون على A قوة ميم. هلأ شو صارت عندي العملية؟ قسمة. في حالة القسمة الأسس تطرح، بتصير A نون ناقص ميم. يعني مثلا 3 قوة 5 على 3 قوة 2، تصير معي 3 5 ناقص 2 وتساوي 3 قوة إيش؟ قوة 3. 3 قوة 3. إذا في حالة القسمة الأسس تطرح، في حالة الضرب الأسس تجمع يا عاشر. طيب لو كان عندي A على B الكل قوة نون، نفس حالة الضرب، إيش بعمل بالنون؟ بوزعها، يعني بتصير A قوة نون على B قوة نون. يعني لو كان عندنا 3 على 5 قوة 7، بتصير 3 قوة 7 على 5 قوة 7. بوزع عندي الأس اللي موجود معي على اللي داخل القوس. طيب خلينا نطبق هلأ بقوانين الأسس، نطبق عليها تطبيق في حل المقادير الأسية. لو كان عندنا واي قوة سالب 5 على 2 ضرب واي قوة 3 على 2، أول شغلة بتطلع عليها الأساس. الأساس اللي موجود معي متساوي واي وواي. طيب بما أنه الأساس متساوي، في حالة الضرب الأسس شو بعمل فيها؟ تجمع. فبتصير عندي واي قوة سالب 5 على 2 زائد 3 على 2، بجمع الأسس وتساوي واي. سالب 5 زائد 3 شو بتعطيني؟ سالب 2. سالب 2 والمقام بنزل طبعاً 2. سالب 2 على 2 شو بتعطيني؟ واي سالب 1. هلأ لما يكون الأس سالب، كيف بحوله لموجب عاشر؟ بقلبه. فإذا يساوي 1 على واي قوة 1. 1 على واي قوة 1. طبعاً كتبنا الواحد أو ما كتبنا ما بيهمنا. إذا بطلع الجواب معنا 1 على واي. 1 على واي. طيب كمان سؤال، لو كان عندنا اكس 4 على 3 الكل قوة نص، هلأ في هاي الحالة شو بعمل؟ بضرب هدول الاثنين، بنضربه، يعني بتصير اكس 4 على 3 ضرب نص وتساوي. هلأ بإمكاني أختصر يا عاشر، كاني أختصر بين الاثنين والأربعة، كم فيها؟ اثنين. اثنين ضرب واحد اثنين، وثلاثة ضرب واحد إيش بتعطيني؟ ثلاث. فبتطلع X قوة 2 على 3. هلا لو بدي أكتبها الجذر، بتطلع الجذر جذر التكعيبي لX إيش؟ لX تربيع. جذر التكعيبي لX عنا تربيع. طيب كمان سؤال، لو كان عندنا A ضرب B الكل قوة 3 على 2 والB تربيع، هلأ بهاي حالة الأقواس شو بعمل بالأس اللي موجود معي؟ بوزع. بوزع الأس. طيب بتصير معي A قوة 3 على 2 ضرب B تربيع ضرب إيش عنا؟ 3 على 2 وتساوي A 3 على 2 ضرب. بإمكاني أختصر بين الاثنين والاثنين بهاي الحالة يا عاشر، بضل عندي B قوة كم؟ قوة 3، لأن اختصرت بين الاثنين والاثنين. طيب ممكن أكتب هاي جذر، تطلع الجذر التربيعي ل A تكعيب ضرب إيش عندي؟ B تكعيب. إذا بدي أكتبها على شكل إيش عندنا؟ على شكل جذور يا عاشر. طيب لو كان عندنا زد 7 على 8 على زد 8، صار عندي قسمة. في حالة القسمة شو بعمل في الأسس؟ تطرح. بتصير عندي زد 7 على 8 ناقص 1 على 8 وتساوي زد 7 ناقص 1 شو بتعطيني؟ 6 على 8. 6 على 8. ممكن أختصرها بأبسط صورة، إنها بتقبل القسمة على، تقبل القسمة عندي على 2 فيها 3، على 2 فيها كم؟ 4.
فبتصير عندي زد قوة 3/4. ممكن اكتبها على شكل جذر، اللي هو الجذر الرابع لمين؟ لزد تكعيب. الجذر الرابع عندنا لزد تكعيب. ناخذ كمان سؤال يا عاشر. لو كان عندنا اكس قوة 4 على واي تربيع الكل قوة 3/4، هلا بوزع الاسس اللي موجودة معي يا عاشر. بدها تصير معي اكس قوة 4 ضرب 3/4 على واي تربيع ضرب ايش عنا؟ ضرب 3/4. هلا بامكاني اختصر بين الاربعة والاربعة، بضل عندي اكس تكعيب على واي، بامكاني اختصر بين الاثنين والاربعة فيها اثنين على ايش؟ 3/2. بدي اكتبها جذر، بتصير جذر الواي تربيع، الجذر التربيعي لواي تكعيب، الجذر التربيعي لواي تكعيب. وإذا طلعنا إنه هنا تكعيب وهنا تكعيب، فبإمكاني إذا بدي أجمعهم هي عبارة عن إكس على جذر الواي الكل إيش بيكون؟ الكل تكعيب. إكس على جذر الواي الكل تكعيب يا عاشر. كمان سؤال، لو كان عندنا جذر الإكس قوة 4 الجذر الخامس على جذر الإكس تربيع الجذر التكعيبي لإكس تربيع. طيب هلا في هاي الحالة اللي موجودة معي يا عاشر، بدي أكتبها على شكل أسس، يعني هي عبارة عن إكس قوة 4 على 5، وهنا إكس قوة كم؟ 2 على 3. طيب في حالة القسمة شو بعمل بالأسس؟ تطرح. صارت عندي إكس 4 على 5 ناقص 2 على 3. هلأ لحتى أطرح لازم أوحد المقامات، بضرب 3 في 5 والاثنين في 5، الخمسة في 3 والأربعة في 3. هلأ صارت عندي 12 ناقص عندنا 3 في 4 12 ناقص 10، اللي كم ده تطلع عندي؟ بتطلع 2 على 15. 2 على 15 إذا بدي أكتبها جذر، تطلع عنا الجذر 15 لإكس تربيع، جذر 15 لإكس تربيع. قوانين الأسس كتير مهمة يا عاشر. أتحقق من فهمي صفحة 26 بتكون واجب يا عاشر. أتحقق من فهمي واجب صفحة 26 إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.